مباشرة ينضم إلينا دكتور عبد الله عبد الله نائب مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح. دكتور أهلا بك. إذن هل كان متوقعا غير الفعل الذي قامت به الولايات المتحدة اليوم باستخدام حق النقد الفيتو أمام القرار وقرار المشروع الهادف إلى وقف إطلاق النار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية؟ يعني ما في شك أنه التصويت اللي جرى اليوم معروف نتائجه سلفة، لأنه هذه الحرب تقودها أمريكا، خططت لها أمريكا، عطت الضوء الأخضر لها أمريكا، زودت السلاح بأشكاله المختلفة من القنابل الذكية إلى غيرها من أجل أن تحقق إسرائيل مبتغاها. نعم، لكن ما بعد ذلك إذا كانت الولايات المتحدة مصممة في هذه الحرب، حرب الإبادة على قطاع غزة، ما السبيل، ما البديل من الممكن وقف عمليات الإبادة؟ لكل شيء النهاية، يعني مهما كانت الآن 137 يوم اليوم للحرب، لم يتحقق أي هدف استراتيجي لإسرائيل، لا القضاء على حماس ولا استعادة المحجوزين في قطاع غزة، ولا أعتقد أن الأيام القليلة القادمة تحمل احتمال تحقيق أي من الهدفين الاستراتيجيين. والهدف الاستراتيجي غير المعلن هو ترحيل الفلسطينيين، إفراغ قطاع غزة من مواطنيه، إما بالقتل أو التهجير. هذا اللي طرحه سموتريتش عند تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، يا عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إما الخنوع وقبول سيادة إسرائيل وتحكمها في رقابهم، أو أن يغادروا البلاد مختارين، أو أن يواجهوا القتل. وهذا الذي يجري. طبيعة الحال هذا يؤرق عدد من حلفاء أمريكا، الاستمرار الاستعمال دائما حق النقد في يعني إفشال أي محاولة لوقف هذا العدوان بعد الخراب غير المسبوق في التاريخ الحديث اللي جرى في قطاع غزة، وكله موجه ليس ضد حماس، موجه ضد الشعب الفلسطيني في حقيقة الأمر. تم تهدم منازل، الآن في تجويع مقصود مخطط له، الذي لا يموت بالصاروخ يموت بالجوع والعطش. كل هذه الأمور أنا بقول لك طبيعي. يعني هي خطيرة جدا، ولكن نحن نراهن أنه في وعي يتزايد في الإدارة في الشعب الأمريكي، وسيكون له قول في سياسات الحكومة الأمريكية. نعم دكتور، هل يعقل ونحن في عام 2024 نتحدث عن مواطنين يموتون جوعا ولا أحد يحرك ساكنا سواء في الأمتين العربية والإسلامية أو العالم؟ لماذا كل هذا الخنوع؟ للأسف يعني هنالك، وهي هل هي محاولة تخدير كي للوعي الإنساني العالمي؟ احنا نرى الآلاف، مئات الآلاف في الشوارع في كل المدن في العالم نراها، لا نراها في مناطقنا القليل النادر. يعني معركة، أنا بقول لك معركة مجنونة لم يكن لها حتى الآن، حتى القائمين عليها يقولون ليست لها أهداف معلنة التي يسعى الفاعلين في تحقيقها، نجل تحقيقها. يعني يبقى عملية صمود، عملية فيها أخطار طبعا، في ثمن يدفع، في أشلاء، في دماء تسفك، كل هذه الأمور صحيحة، ولكن في النتيجة أنا أعتقد أن مثل هكذا حرب ليس لها مستقبل. نعم، إلى متى هذا الصمت؟ نحن تحدثنا عن الموقف العربي كيف يقيم في ظل المصالح المترابطة مع الولايات المتحدة، ولم يستخدم أي من الدول العربية الأدوات التي باستطاعته استخدامها للضغط على الولايات المتحدة ولو بالشكل البسيط لإدخال المساعدات. المساعدات هذه وحشية حقيقة، يعني
إسرائيل تلعب لعبتها، هي تريد أن تفرغ شمال قطاع غزة، حاولت عسكريا ودعت ما سيطرت، لم تسيطر، ما زالت تنطلق الصواريخ من شمال قطاع غزة، المواجهات تحدث شبه يوميا في شمال قطاع غزة، كل هذه الأمور، فهي تريد أن ما قدرتش تقتل المناطق في الشمال اللي تريد أن تعمل منها منطقة عازلة في حسب رؤيتها اللي غير معلنة أيضا حتى الآن رسميا. هذه حتى هذه لا لن تنجح. التعويل التعويل على ماذا في هذا الوقت دكتور؟ بشوف التعويل، نحن يعني على الأقل القيادة الفلسطينية يعني عندما بدأت هذه المعركة كان واضح في أمام رؤية أن هذه معركة ستستغلها إسرائيل لمحاولة إنهاء الوجود الفلسطيني كقضية سياسية، إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، مستذكرة الخرائط اللي حملها نتنياهو أو سموتريتش، سموتريتش في فرنسا ونتنياهو في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، واللي ما هي إسرائيل ولا وجود لفلسطين في تلك الخارطة. ولذلك كان ينصب الجهد الفلسطيني الرسمي على وقف هذه المجزرة، وقف هذا الجنوسايد، الإبادة الجماعية، والحمد لله اللي في جنوب أفريقيا اللي أيضا يعني هي مثلت ضمير الإنسانية كلها عندما تقدمت إلى محكمة العدل الدولية و بإجراءات مؤقتة حتى لا يزيد قتل الفلسطيني وسفك دمه بدون مبرر. ومع ذلك إسرائيل لم تلتزم لا في الإجراءات المؤقتة ولا في تخفيف من عدوانيتها مستمرة. يعني سنبقى نضغط ونريد أن يتحرك يعني على الأقل القوى ذات الارتباط ما في المنطقة، لابد من إدخال المساعدات لأنه في هناك سياسة تجويع، يعني هذا اللي صاير مش نتيجة حالة طبيعية زلزال ولا فيضان ولا غيره، هذه سياسة لتجويع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، ولن يحصل ذلك. نعم، كان هناك اجتماع قبل يومين للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، هل انبثق شيء عن هذا الاجتماع إذا كان هناك إحاطة؟ شوف يعني احنا بنحاول أيضا رغم كل ما يجري أمام العالم، لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني منقسما، لا يجوز أن يخرج أي متحدث فلسطيني ويقول أنه بعد المعركة اليوم التالي المعركة ستكون معه، لا، اليوم التالي المعركة مع الشعب الفلسطيني بكليته. لذلك في محاولات لرأب الصدع الفلسطيني الذي للأسف لم ننجح حتى الآن فيه، في هناك محاولات بالتدخل مع عديد دول مباشرة كمصر وقطر باعتبار بلدين يعني منخرطين في العملية السياسية في هذه المعركة، ومع دول أخرى فاعلة ذات وزن لوقف هذه الهجمة الفاشية الإجرامية التي تريد أن تقضي على أمال شعبنا. هل هناك تواصل مع حركة حماس بشكل مباشر دكتور؟ مباشر لا، للأسف مباشر لا، ولكن فيه تواصل يعني مع ونأمل أن يعني شوف لن نفقد الأمل، إحنا أم الولد في النتيجة، والمشروع الوطني يعني لا يأتي يعني بده دراسة، بده علم، بده مواقف، بده حسابات. نعم، هناك دعوة من روسيا للفصائل الفلسطينية، في أي إطار توضع؟ هي إطار علاقات
فقط أم أن هناك مساعي جدية لشيء ما؟ شوف، الروس كانوا حريصين وبذلوا جهدا من أكثر من 7 سنوات منذ العام 2017، والتقت القيادات الفلسطينية أكثر من مرة في موسكو، لكن للأسف يعني في قوة، يعني هي قوة سحرية، هي قوة غيبية، هي قوة كذا، التي تضع دائما العراقيل في وجه وحدة الموقف، وحدة السياسة، وحدة الوطن الفلسطيني. بهذه الطريقة نستطيع أن نحقق شيئا، لكن إذا بقينا منقسمين لن نحقق شيئا، وبتكون كل هذه الدماء التي سفكت راحت ببلاش. أودا شكرك دكتور عبدالله نائب مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح، شكرا جزيلا لك.